في العين الثالثة برعاية كوكاكولا عندنا حلقة النهاردة سبيشال إديشن بمناسبة خروج منتخب مصر من الدور الستاشر بأربع تعادلات وتأهل أصلا بثلاث نقاط. هنتكلم النهاردة عن لقطات كتير وهنتكلم كمان عن أسباب اللي وصلنا ليه وإزاي ممكن نحلها ولا إيه يا كريم؟ طبعا دينا حلقة يعني كنا نتمنى بصراحة ان احنا النهاردة نحتفل بالتأهل لدور الثمانية خصوصا في واحدة وجهة نظر يعني من أسهل القرعات اللي ممكن تجينا في حياتنا. القرعة بصراحة لغاية دور السيمي فاينل كانت ممتازة، كمان مع خروج غينيا الاستوائية قدام غينيا كانت فرصة بالنسبة لنا بصراحة، لكن للأسف احنا بندفع ثمن حاجات كتيرة جدا 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 اتكلمنا عليها من قبل البطولة وخلال البطولة لغاية لما وصلنا للحالة اللي احنا فيها في الوقت الحالي بصراحة. ومباراة كانت مباراة فيها مشاكل كتيرة للأسف، يعني كنا فوق نظري المرة دي لو الأمور عدت بصراحة ما حدش بعد كده يطالب بأي تصحيح. يعني إيه الأمور عدت؟ مش فاهمة، عدت يعني على خير ولا عدت؟ لا عدت بدون بدون تغيير. كل أمانة أنا في وجهة نظري إحنا وصلنا لنقطة ما بقاش فيها أي مساحة إن إحنا نرجع هذا الخروج أو الشكل المؤسف اللي إحنا ظهرنا بيه في بطولة كأس الأمم الأفريقية للأمور الفنية. يقولك إيه أصل حظنا مالناش بخ، الجو كمان يعني شماعة كبيرة قوي اسمها الجو. لا لا لا. والرطوبة والحر والكلام ده إحنا عندنا بصراحة مشاكل وأزمات كبيرة جدا في الكرة المصرية كلها تلخصت في مشاركتنا. مش ما بتكلمش عن مباراة الكونغو الديمقراطية على عينها، لا بتكلم عن المشاركة بشكل عام. انا شايف فعلا ان احنا في البطولة دي كان في كم هائل من الكوارث الإدارية والفنية. طب ممكن تقول لنا كده البعض، يعني انا عايزة اذكرك ان احنا في اللايف بتاع اختيار قائمة اللي قالها فيتوريا كنا بنقول انه ما ينفعش وجود ابو جبل ولا محمد صبحي ولا احمد الشناوي، احنا نوهنا عن الكلام ده. قولي بقى انت، يعني هنتكلم فنيا الاول وبعد كده هنتكلم الامور الاداريه. طبعا احنا كنا لو تفتكر قلنا في موضوع السكواد واختيار القائمه كل واحد له وجهه نظر، بس فعلا انت لما تبص فعلا ابو جبل في النسخه دي هاتوا صور نسخه 2021 هتلاقي ابو جبل في 2021 كان فات اكتر، البنيه مختلفه، جسمه كان مختلف بصراحه، مستواه كان مختلف. ابو جبل في وجهه نظري في الفتره الاخيره حتى لما راح البنك الاهلي، طبعا ابو جبل دلوقتي يعني انتقل للنادي الاهلي على سبيل الاعاره، ولكن هو عشان عايز اقول لك ان دي عامله لغط عند ناس كتير وبيقولوا ازاي الاهلي يفاوض ابو جبل ليله ماتش مهم زي ده. نتكلم برضو عليها وبرضو نفسرها، بس انا عايز اتكلم على حته ايه، حته اختيار اللاعبين. اصلا كان في مشكله، يعني انا كان عندي مشكله مع اختيار ابو جبل اصلا في القائمه، كان عندي مشكله اصلا مع اختيار مثلا لاعب زي محمود حماده خط الوسط، حتى ما شفنا مثلا اصابه امام عاشور ما كانش بديل، حتى مهند لاشين برضو اتحط تحت ضغط عصبي شديد للغايه. هو في وجهه نظره تخيلي واحد يعني هو محسوب عليه ان هو خسرك نهائي 2021 لما ضيع ركله الترجيح قدام السنغال، فهو مع نفسه بقى يقول يا نهار ابيض لو دخلت ضيعتها انا خلاص كده شكرا انا انتهيت في الكره المصريه فاعتذر ان هو اصلا طبعا اعتذر وهم تقبلوا، انا اعتقد هم تقبلوا اعتذاره ما اعتبرهاش خيان او جبن او بتاع، هم غصب عنه ده ضغط عصبي ونفسي كبير جدا. فهي الاساس مش مشكله مش موجودين هناك في ابيدجان، هي المشكله اصلا في مساله الاختيار. والحاجه الثانيه طبعا اكيد ان فيتوريا واضح جدا جدا هو غير ملم بامكانيات اللعيبه، هو مش عارف واحنا يعني شغالين يعني لا معلش لينا هنا واقفه يعني والله. ايه مش ملم بامكانيات اللعيبه اللي هم اللي اختاروا على اساس ايه؟ لا والله ابدا، والله ما ملم خالص ولا عنده اي فكر مين يصلح لايه ولا عنده اي فكر لو انا النهارده حبيت استغل لاعب في غير مركزه اعمل بيه ايه، والله ما يعرف. لا يعني هو جاي فيزيتور يعني هو مش المدير الفني المسؤول؟ ده راجل كان شغال في الخليج وشغال على انديه كلاس معين قوي، راجل مش بتاع قحرطه من الاخر، رجل لا يصلح للتدريب في افريقيا، افريقيا دي عايزه واحد انا اسف يعني مدردح، عايزه واحد بتاع شقه، واحد بتاع تعب، ده راجل بس مجرد ان هو عرق يعني اسف اللفظ يعني واقف على الخط عرق شويه بدا يجيب القصه يمين وقصه شمال وخاف قوي على منظره. لا انت 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 مش في المكان المناسب، دي مش شغلانتك. يعني اقصد كمدير فني منتخب مصر سي في كويس في حاجات تانيه، اوكي فاين اشتغل في الحاجات التانيه. لما انت في الكوره في افريقيا ومع منتخب مصر ومع الجيل ده ومع طبيعه التارجتس والاهداف اللي احنا عايزينها، لا خالص فيتوريا لا يصلح.
يعني دي بقى مشكله اداريه، يعني دي من اول مشكله اداريه اللي اختار فيتوريا. طبعا طبعا من الاختيار. وبس برضو عشان اجاوب على السؤال اللي انت قلتيه برضو في حته، انا طبعا اختلف تماما مع اي حد يقول ايه اصل توقيع ابو جبل للاهلي اصل ايه يا جماعه الكلام ده، ده كلام غير 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 محترف وكلام غير منطقي وكلام غير عقلاني، مفيش الكلام ده خالص. طب ما النادي الاهلي مضى مع جده في 2010 في نهايه البطوله، وبعد البطوله راح الاهلي من الاتحاد السكندري وخد هداف البطوله ومصر كسبت غير، ملهاش دعوه الكلام، ملوش دعوه اصلا، هو اصلا ما بيمضيش الناس يعني، والعقد يعني الاهلي هيبعته بالفاكس عشان هو يمضي، فيش الكلام ده بالايميل دلوقتي ما بقاش فيه ولا ايميل خالص، هو الموضوع مش مستاهل كل ده اصلا، ملوش اي علاقه، واحنا بنتكلم في ايه ده، ده حاجه ثانيه ولا دقيقه، مش الكلام ده ولا التركيز ولا فيش الكلام ده خالص. احنا شفنا يعني، خلينا نتكلم كمان على ابو جبل واللي احنا شفناه يعني في ركلات الترجيح، وشفنا اللقطه بتاعه ازازه المايه اللي احنا كنا بنتفائل بيها. لا غريبه ان احنا شفنا مكتوب عدد من اللاعبين ال، ده اللي انا شفته. ال يعني ايه؟ ليفت الشمال، فود انت تنط على الشمال، ده طبعا يعني ايه يا جماعه برضه عشان الناس تفهم ايه تيم التحليل الاداء بتاع المنتخب بيعمل ايه؟ بيراجع كل مسددين ضربات الترجيح في الكونغو وبيكتب اكتر نسبه هو بيختار ايه؟ يعني مثلا لو شاط 10 7 على الشمال و3 على اليمين هيقول للحارس ليفت، يعني ايه النسبه الاكبر للاختيار او عقليه اللاعب ده بيشوط على الشمال. احنا شفنا في ولد على وجه التحديد ابو جبل نط في الكره بتاعته على اليمين، صح ما فهمناش. طيب هو اصلا في ضربات الترجيح احنا كان عندنا 3 فرص، 3 فرص تتاهل 3 مرات، في الثلاث مرات ابو جبل فعليا ضحكوا عليه، ضحكوا عليه فعلا يعني. فهي بصراحه يعني حاجات احنا مش بنحمل طبعا ابو جبل لوحده واللي حصل امبارح، ولكن ده نتاج بقى للغلطه في الاختيار القايمه ونتاج تمارين ونتاج زي ما انت بتقول مدير فني مش عارف اللعيبه بتاعته. واللقطه الثانيه بتاعت الهدف، يعني الهدف الاول لا الهدف الاول بقى بتاع كونغو ده، احنا بتاع كونغو الديمقراطيه احنا لازم نتكلم فيه. طبعا لقطه غريبه جدا، دينا 5 لاعبين دوليين شايفين لاعب كونغو الديمقراطيه هيلعب التماس بسرعه وهم مركزين مع الحكم الاول بتاع فعلا كل امان الاول بتاعنا طبعا طبعا ده لا خلاف عليه، بس انت برضو لازم تعمل حسابك ان الحكم هيقول بلاي اون. ما هو انا عايز اعرف منك بقى، هو في اللحظه دي المفروض اللاعب يعمل ايه؟ هل لازم يبقى اروح اقول لا ده بتاعنا احنا ولا لا جاري بقى اللعبه؟ لا طبعا عناية في الكره فين؟ صح طبعا انا زي. انقذ مرماي الاول واشوف دنيتي ايه وبعدين الكره اتلعبت بسرعه وهم جابوا هدف والحكم حسبه الاول بتاعنا، بس طبعا احنا عارفين قانون الفار ما بيرجعش لرمية التماس خلاص، حتى لو القرار اتاخد غلط هيكمل على القرار الغلط. انت بتعتب على اللعيبه في طبعًا التصرف اللي هم طبعا عملي. تصرف سيء جدا، انت لازم تبقى مركز، انت شايف الكوره ومامن نفسك حتى يعني، يا ستي واحد يعترض والاربعه التانيين نظرهم مع اللي هيلعب الاوت، هي ايه عارفه كوليكشن من الاخطاء وكوليكشن من المشاكل، عدم التركيز وعدم التاهيل وعدم يعني ما فيش فوكسنج كده، ما فيش انا نازل لاستقتل، يعني ناس تقولوا ما تجلدوش اللعيبه، اللعيبه ما لهاش ذنب، هو كله ليه ذنب بصراحه. وقبل اللعيبه بكل امانه بكل امانه احنا اداريا سيئين، وعايز اقول بقى بكل حاجه بيتقمصوا قمص لما بيتم انتقادهم، حاجه بصراحه برضو فظيعه. مين كله لعيبة. كابتن حازم بيزعل، كابتن محمد غرابه يعني على مستوى شخصي بحترمه جدا جدا جدا، بس احنا دلوقتي بنتكلم شغل ودي اول تجربه له كمدير كوره حتى في منتخب، يا جماعه اللي يقبل ان هو يشتغل صحيح. بكل امانه وجمال علام نفسه بيتقمص، اللي يقبل انه يشتغل في كره مصريه في اي منصب اداري لازم تتقبل النقد، انت لا تتقبل النقد ما تشتغلهاش، وكمان كمان اي شغلانه يا كريم فيها تقييم، الناس فعلا بتزعل وتتقمص بيتقمصوا، لا وبكل امانه بكل امانه احنا خلاص التجربه فاشله بكل ما تعنيه الكلمه من معنى. دلوقتي الحل الوحيد بكل ما عشان ما نخشش في دايلما ما نخشش في ازمه اداريه مع الفيفا والكلام ده كله، كل واحد شارك في المهزله دي يرجع من كوت ديفوار، يا جماعه انا بعتذر لكم على الشكل اللي حصل وانا اسف وانا هبعد شويه عشان اسيب فرصه لحد تاني يبسط الناس، بس هو ده اللي نسمعه. اي كلام بقى من نوعيه وانا مالي دي مش مسؤوليتي انا راجل اداري مش فني، كل الكلام ده انا اسف هيعني ليا انا حاجه واحده، انت مش مركز غير مع مصلحتك الشخصيه. يعني مطلوب تصحيح المسار على جميع الاصعده سواء اداريا او فنيا، واللعيبه كمان اعتقد محتاجه تراجع نفسها. اعتقد محتاجين بقى نبدا يعني كجيل فعلا محتاجين جهاز فني جديد يغير من الجيل ده بقى، الجيل ده اللي هو احنا شغالين بيه اعتقد من 2016
2017 خلاص بح. المجموعه دي اللي هنلعب بيها محتاجه تغيير. التغيير بقى مش هيتم مع نفس الناس، نفس الناس هتجيب نفس الناس. صحيح. احنا محتاجين ناس جديده. لما تيجي بقى الناس الجديده نشوف بقى احنا واقفين فين، ولازم لازم ننزل بمعدل الاعمار بتاعتنا. ان احنا بنتكلم في معدل اعمار وقت منتخب مصر من 27 28 سنه، ده معدل كبير. وحتى ما فيش اي منطق ان انت بلد بتخطط لمونديال 2026. وبكده تبقى خلصت حلقتنا النهارده، حلقه سبيشال اديشن بعد خروج منتخب مصر من الدور ال 16 والصدمه اللي احنا فيها، اللي ما كانتش صدمه قوي على قد ما هي كانت حزن كبير يا كريم. اكيد يا دينا، وطبعا احنا النهارده قلنا نعمل حلقه خاصه عشان خاطر خروج المنتخب، وطبعا استنى ان شاء الله في بقى الحلقه المجمعه لنهايه دور ال 16 لكاس الامم الافريقيه باذن الله ان شاء الله.